عرفت مدينة ستاتش يوم السبت الثالث والعشرون فبراير 2019 افتتاح مركب سياحي ترفيهي عائلي من الجيل الجديد، أطلق عليه فضاء الأمراء. يتميز هذا الفضاء بتشكيله من مجموعة من المرافق المنسجمة والمتكاملة فيما بينها، ما يوفر لزواره مختلف الخدمات المطلوبة من شروط الإقامة والمطاعم والترفيه. حيث يتكون من فندق منصف بجودة عالية ومحطة بنزين تتضمن كل الخدمات المتعلقة بالمركبات، ومقهى عائلي بتجهيزات رفيعة، مطعم يحترم مختلف الأذواق، مسابح متنوعة، قاعة للأفراح والتظاهرات مجهزة، وبطاقة استيعابية مرتفعة، حدائق خضراء مختلفة، فضاءات للأطفال بألعاب عصرية، ومسجد للصلاة. خدمات متنوعة تنتظر ساكنة ستات والنواحي وكل الزوار عبر هذا المركب السياحي المتكامل الذي يستجيب لتطلعات الزوار من أجل الاستمتاع بفضاء الأمراء الذي يسهر على خدمة وتلبية خدمات الزوار وبأثمنة تفضيلية. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الفضاء السياحي الترفيهي العائلي الأمراء على العنوان التالي: 4 كيلومترات طريق مراكش بالمدخل الجنوبي لستات، والذي ينفتح على الواجهتين طريق مدينة مراكش وطريق عين المؤمنين.